بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الأغر هو يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن. تغطيتنا في هذا المساء متوجة بزهرة الرازجي البيضة وسعفة النخيل الخضراء. هذه الأيقونة مشاهدين الكرام، الأيقونة البحرينية التي تعبر عن الاحتفاء بيوم الشهيد بوصفها رمز فخر وعز وانتماء، تزين صدر كل بحريني. مساك الله بالخير أبو سعيد. النور واليوم سعيدين جدا مشاهدينا الكرام بهذا الاحتفاء السنوي الكبير بذكرى يوم الشهيد. هذا اليوم هو أمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم ليكون يوم وطني ثابت من كل عام للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار وإهدائهم تكريم رفيع يتزامن مع هذا الاحتفال الاحتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. اليوم نحن نعيش مشاهدينا الكرام احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وايضا ذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. في لفتة كريمة من جلالته ايده الله لان تبقى ذكرى شهداء الواجب من ابناء البحرين حاضرة في وجدان الوطن وفي ضميره. أمرك يا أبو سلمان قايدنا الهمام، رهن الإشارة كلنا صغير وكبير. مع اللقطات الحية والمباشرة من القرية التراثية فراس حيان، اليوم مشاهدين الكرام نحتفي معاكم بأعياد مملكة البحرين الوطنية من خلال هذا الحضور المشرف للقرية التراثية، وأيضا اليوم تاريخ 17 ديسمبر في يوم الشهيد. لذلك ننطلق معاكم مشاهدين الكرام ونروح حق أجواء مراسلين في القرية التراثية. البداية مع سبيكة الدوسري. مساك الله بالخير يا سبيكة. أهلا وسهلا يونس ونورا، اليوم أنا معاكم في القرية التراثية وبالتحديد أمام باب البحرين. اليوم تاريخ 17 يوم مميز واستثنائي على وعزيز على جميع قلوب البحرينيين والبحرينيات والمقيمين أيضا. اليوم ذكرى شهداء الواجب، شهداءنا الأعزاء الذين قدموا أرواحهم لهذه الأرض الطيبة، ذكراهم في قلوبنا وما راح ننساهم أبد الآبدين. وأيضا أعياد مملكة البحرين تزامنت مع هذا التاريخ، فأيضا فهو استثنائي بلا شك. عودة لكم زملائي. شكرا لك سبيكة، وننتقل إلى زميلتنا خديجة الكوهجي. حياك الله. يا هلا مرحبا نورا، يا هلا مرحبا بالسعيد. طبعا اليوم مثل ما ذكرت سبيكة هو يوم استثنائي. انا قاعده اشوف ان الشعب البحريني من خلال تواجدنا اليوم في القريه التراثيه مقدر لهذه التضحيه الكبيره والجليله اللي قدمها شهدائنا الابرار. طبعا الاطفال هنا يرتدون الملابس العسكريه، الكبار يضعون ورده الشهيد. طبعا اجواء اليوم جميله في القريه وان شاء الله راح تكون تغطيتنا مميزه. شكرا شكرا لك خديجة، يعطيك العافية. ما شاء الله قاعد نشوف بسعيد. نعم. الأجواء يعني أكثر من رائعة. نعم. الحضور يعني قاعد نشوف إحنا الناس وإحنا داخلين ما شاء الله حتى ما في مجال نمشي من زود الناس، الله يحفظهم. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على نجاح هذا الحدث اللي إحنا نعيشه. احنا نقول الله يحييهم جميع في القرية التراثية ومستمرين معهم لتاريخ 19 ديسمبر. اي نعم ان شاء الله. يعني عندهم الحين بس كم من يوم؟
وتنتهي القرية، فاستغلوا الفرصة واستانسوا واستمتعوا. مشاهدينا، شهداء الواجب من أبناء البحرين اليوم ذكراهم حاضرة في وجدان الوطن وضميرة اللي يحتفي فيهم في يوم مقرون بيوم فرح وبهجة، حتى تبقى أسماءهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ مملكة البحرين. الوطن يا نورة والمشاهدين الكرام غالي، وفي سبيل تهون الأنفس فهو الحصن الذي تجتمع جميع قلوب أبناء الوطن الشرفاء دفاعا عنه. وبالحديث أكثر عن يوم الشهيد، يسعدنا نحن نستضيف الاستديو معانا النقيب صالح عادل الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك. حياكم يا أخواني، مشكورين على هذه الاستضافة وهذه البادرة الطيبة اللي تقومون فيها. الله يسلمك، حياك الله. شرفين فيك، سلمك الله وحيا الله من يانا. الله يحييك يا أخوي. في البداية احنا ودنا أيضا نتعرف على يوم الشهيد، أهمية يوم الشهيد. طبعا يوم الشهيد هو يوم من أعز الأيام على قلوب البحرينيين، ومن أكثر الأيام فخرا في البحرين. التضحيات اللي قاموا فيها شهداء الوطن راح تكون محفورة في تاريخ الوطن وقلوب البحرينيين كذلك. نعم، اليوم تاريخ 17 ديسمبر، وهناك أيضا لفتة كريمة من سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه بتخصيص يوم 17 ديسمبر يوم الشهيد، وأيضا يتزامن هذا اليوم مع أعياد مملكة البحرين الوطنية. اليوم من خلال حضورك سلمك الله، شلون ممكن نقدم الكلمات المعبرة عن هذا الاقتران ما بين أعياد مملكة البحرين الوطنية وأيضا يوم الشهيد بأمر سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم؟ نعم، بداية تقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كذلك سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عيد الجلوس. طبعا لا يخفى على الجميع تاريخ 17 ديسمبر من كل عام، ويوم ميز البحرين والبحرينيين كذلك، فهو أنهم يصادف عيد جلوس سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وكذلك يوم الشهيد البحريني. وأما بالنسبة للمبادرة اللي صارت، فجزاه الله ألف خير سيدي جلالة الملك المعظم على إطلاق هذا اليوم التاريخي في البحرين اللي هو 17 ديسمبر من كل عام. فهالشيء أندل فهو يدل على مدى اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة في تضحيات أبنائه المخلصين في سبيل الوطن. نعم، يعطيك العافية، إن شاء الله راح نستكمل حديثنا معاك أستاذ عادل، ولكن نرجع إن شاء الله مع زميلتنا خديجة الكوهجي. حياك الله يا خديجة. يا هلا ومرحبا نورة، طبعا رجعت لكم علشان نواصل تغطياتنا في القرية التراثية. طبعا معي ضيوفي لليوم، يا هلا مرحبا فيك. أهلا وسهلا. بداية عرفني بنفسك. حمود بدر التميم. والنعم فيك. وعرفني بنفسك. نيلة محمد حمود الكعبي. والنعم فيك نيلة. طبعا اليوم تشوفون الفعاليات في القريه، ايش رايكم فيها؟ والله الفعاليات حلوه ومجهود. نشكركم على المجهود والتنظيم. يعطيك العافيه. وانت ايش رايك اليوم في القريه وفي الاجواء القريه؟ حلوه نفسي. اي وايد. بتردين التين؟ اي. انزين، بسالكم سؤال، اذا جاوبتوا صح راح تحصلون على هدية قيمتها 100 دينار كاش من تلفزيون البحرين. إن شاء الله السؤال سهل، سهل عليكم أكيد. أيهما أكبر حجماً، البوم أو الجالبوت؟ البوم. جواب صحيحة. طبعاً ما احتجت حتى أني أغشش يا مشاهدينا، وين سامع هذه المعلومة؟ ما أتذكر، بس يمكن من برامج تراثية. بس تعرف؟ أيه. تعرفين هذه المعلومة؟ لا. طبعاً ألف مبروك، استمعونا جائزة قيمتها 100 دينار بحريني مقدمة من تلفزيون بحرين. ألف مبروك، يعطيكم العافية. الله يعافيك، ما قصرتم. شكراً لكم. طبعاً مشاهدينا، وبشذي نعود لمذيعينا في الاستديو. شكرا يا خديجة، ويعني اللي مثلك وايد تفرحين الناس. سلامك الله بالجواز القيمة المقدمة من وزارة الإعلام منك إلى زميلتنا سبيكة الدوسري. نعم. وفرحينا سلامك الله، وفرحي الحضور أيضا. سبيكة يعطيك العافية، اليوم عندنا مسابقات وعندنا جوائز وهدايا مقدمة من وزارة الإعلام، وعندنا أسئلة خفيفة لطيفة وراح نشارك فيها الناس. حياك الله، اسمك؟ إسراء.
حابة أول شيء بالبداية أعرف يعني رايج في الأجواء بشكل عام في القرية. والله إن هي أجواء رائعة، الكل مستانس. مستانسة أنت في القرية؟ أي أكيد. إنزين ننتقل للسؤال حقنا، هو سؤال خفيف. كم لي المثل، عتيج الصوف ولا؟ عتيج الصوف ولا قديم ال قديم عتيج الصوف ولا جديد لبريسم أو الصوف؟ لبريسم. لبريسم صحيح، إجابة صحيحة. فاستماعنا 100 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. مشكورين مرقب. عليك بالعافية حبيبتي، تفضلي. وهذه كانت مسابقتنا وأسئلتنا، عودة لكم زملائي. شكرا لك سبيتة، يعطيك العافية. ومازلنا متواصلين معكم مشاهدينا مع النقيب صالح عادل الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، حياك الله من جديد. الله يحييك. وطبعا انت تشوف ما شاء الله أجواء الاحتفالات، فاحنا يعني اذا تسمح لنا دائما ناخذ منك كلمة بمناسبة يوم الشهيد، ننتقل ايضا حق أجواء القرية ان شاء الله. أبد بالعكس، الاحتفالات مطلوبة وجميلة صراحة، الواحد يشوف هاي الاحتفالات في الوطن. الله يحفظك. نبي نعرف شنو دلالات الاحتفاء بيوم الشهيد في مملكة البحرين؟ طبعا دلالات الاحتفاء بيوم الشهيد في لها صور عديدة. فمثلا لو بنتكلم عن الناحية الإعلامية، فإن في هاي اليوم نشوف ونلاحظ دائما في السوشيال ميديا يتم نشر المواد الإعلامية المتعلقة بذكرى الشهداء وتضحياتهم في سبيل الوطن. أيضا كذلك من الناحية الاجتماعية نشوف الناس، وما شاء الله حاليا التفاعل كبير مع لبس وردة الشهيد في هذه الأيام، فهذه كلها تدل على أن مظاهر الاحتفاء لدى الناس بيوم الشهيد تلقى تفاعل كبير حاليا، والحمد لله. الحمد لله. طبعا نشوف أبو سعيد، احنا دائما الناس ما شاء الله يحبون وردة الشهيد. صحيح. هذه الراشدية. نعم. لكن كثير من الناس ما يعرفون شنو قصتها. لذلك معاك سلمك الله بنتكلم عن دلالات الراشدية ونتكلم عن معانيها وابعادها، وانا ايضا باخذ منك مثلا او باخذ منك سلمك الله الكلمة اللي قلت تفاعل الناس. احنا تفاعل الناس شهدناه ولاحظناه مع وردة الشهيد من تاريخ 9 ديسمبر، فانا بنتكلم معاك سلمك الله عن دلالاتها. نعم، هي زهرة الراشدية عبارة عن نوعين تم دمجهم، اللي هي زهرة الراشدية وسعفة النخيل. فتم دمجهم. طبعا زهرة الراشدية هي معروفة أنها هي زهرة تقليدية في البحرين، وما شاء الله منتشرة بكثرة. صحيح. فتم دمجها مع سعفة النخيل عشان تمثل رمز للسلام، وهو ما تمشي عليه مملكة البحرين اللي هي بلد السلام أو أرض السلام. فاحنا نشوف الناس يلبسونها من تاريخ 9 الى 17 ديسمبر من كل عام. نعم. هو شيء جميل صراحه. والجميل ان معاك سلمك الله ومعاك نوره ومع المشاهدين الكرام راح نشوف ايضا تقرير عن ورده الشهيد. من شموخ نخل هالارض اللي نزرع فينا عشقها، رويناها بعطائنا وسقيناها بانتمائنا، من صغرنا عرفناها رمز عزتنا وفخرنا، وليه ما كبرنا ترسخت فينا أصالتها وتجذرت فينا محبتها، في فرحتنا لقيناها ما نسيناها تجدد فينا ذكراها، وفي كل مراحلنا معاها من المهد لين اللحد احنا باقيين على العهد، واجبنا الاخلاص والوفاء الكل روح فدت هالبلد، نبقى لكم عزوة وسند.
رجعنا لكم مشاهدينا ويا اهلا وسهلا فيكم. قاعد نشوف الاحتفالات يمكن بالكاميرا الدرون وقاعد تروي لنا ايش كثر ما شاء الله الحضور والناس اللي متواجده في القريه. الله يحفظهم ان شاء الله جميعا يا رب، ان شاء الله الكل يستانس ويستمتع. وبس كان لي تعليق على التقرير اللي شفناه من شويه عن الرازجيه، الرازجيه ابو سعيد وحتى طبعا اخوي نقيب صالح، النساء يحبونها في مملكه البحرين وحتى هي تعتبر للزينه. صحيح. يعني الرازجيه يلبسونها في العروس، يلبسونها في المناسبات السعيده، فلذلك شيء وايد رائع ان احنا نشوفها اليوم الرازجيه، نشوفها ايضا توثق كشعار لشهداء الواجب رحمه. صحيح. الله عليهم. دلالاتها نورة ايضا نقيب صالح والمشاهدين الكرام، دلالات جدا جميله ومميزه. نتكلم اليوم على لونها يمثل الطهر، النقاء يمثل طيبه. صحيح. على البحرين، واليوم نحتفي من خلال ايضا الاسعافه اللي تدل اليوم على الشموخ، مرتبطين بأهل البحرين بالشموخ وبالرفعة. نتكلم اليوم على ارتباطها بالشهيد، فرفعة وشموخ ومنزلة الشهيد لدى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأيضا لدى شعب مملكة البحرين. لذلك اليوم تخلد اليوم سجلاتهم في صفحات التاريخ، ونحتفي اليوم ونعتز بأدوارهم من خلال رازجية وردة الشهيد. صحيح. نستأكمل معاك سلمك الله، نستأكمل معاك نورة، بس أنا عندي طلب بسيط. تسمح لي؟ تفضل. أبو فهد سلمك الله، نبي قهوة حق ضيفنا عشان نقهويك سلمك الله من قهوتنا. ساعة المباركة. طبعا نشكر الوطن للضيافة على القهوة المميزة، يعطيهم العافية. ترى هاي القهوة اللي ندورها عند الوطن. انا سلمك الله خوش قهوه صراحه نقيب صالح، انا سلمك الله يعني ادور القهوه الزينه اللي تجيب الراس وتقنده فموجوده عند الوطن. اي نعم ما شاء الله، مزعفره ومهيله سلمك. صحيح. الله يسلمك استاذ. اليوم احنا نبي نعرف دور وزاره الداخليه في دعم اسر شهداء الواجب. نعم طبعا توجيهات سيدي معالي وزير الداخليه حفظه الله، توجيهات واضحة أن يتم تلبية كافة أنواع الدعم لأهالي وذوي الشهداء، فمن ناحية الدعم الاجتماعي والنفسي أو حتى من ناحية الدعم المادي والصحي والتعليمي إلى آخره. فمؤخرا أيضا تم استحداث فرع الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي الموارد البشرية في وزارة الداخلية عشان يكون حلقة الوصل ما بين أبناء وذوي الشهداء وكذلك باقي الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة تلبية كافة احتياجاتها. فإحنا لو بنتكلم عن الدعم، فالدعم لا محدود من سيدي معالي وزير الداخلية، بالتحديد أن يتم إشراكهم إشراك أبناء وأهالي الشهداء في كافة الفعاليات كذلك. نعم. على طار اليوم نقيب صالح عادل الحادي، على طار اليوم أبناء الشهداء وأسرهم وذويهم اليوم وخلال حضوركم في وزارة الداخلية وما تقدمونه اليوم لأبناء وأسر الشهداء، أنا بتكلم عن شيء أنا لمسته ولاحظته عن أبناء الشهداء، شوفوا موجودين في الاحتفال الذي أقيم اليوم في صرح وميدان الشهداء لابسين البدل العسكرية وحاضرين. نتكلم اليوم عن الاحتفاء الذي أقيم بحضور سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله وراه، الاحتفاء بيوم الشهيد اليوم، فاليوم نشوفهم موجودين بالبدل العسكرية وأيضا تشركونهم اليوم في مختلف الفعاليات والأنشطة. فاليوم بنتكلم عن هذا الدور واليوم شلون نحفزهم ونشجعهم وخليهم يستذكرون اليوم ببطولات آبائهم اليوم ما قدموا لهذا الوطن من خلال مثل ما تفضلت اليوم الفعاليات ومن خلال شعارهم بأهميتهم من خلال البدل العسكري. نعم بلا شك أن يتم إشراك جميع أبناء الشهداء في جميع الفعاليات سواء كانت عن طريق التي تقام عن طريق وزارة الداخلية أو حتى في المشاركات المحلية اللي تقيمها باقي الجهات الأخرى. لو بنرجع شوي قبل فترة، فإن أيضا وزارة الداخلية قامت احتفال لأبناء الشهداء من الطلبة طلبة المدارس تكريما لهم على انتهاء الفصل الدراسي وتحفيزا لهم تقديم التشجيع لهم علشان يبذلون المزيد من الاجتهادات في المجال الدراسي. طبعا احنا اليوم نبي نوجه طبعا تحيه شكر ودائما يعني نمسك على يدهم امهات وزوجات شهداء الواجب، ولهم وقفات صراحه شجاعه يشكرون عليها ويقدرون عليها.
خبرنا شلون انتم تصفون هذه الوقفات، شلون ممكن ان احنا نقدر يعني اليوم نكافئهم حتى لو بالكلمات البسيطه على وقفاتهم الشجاعه اللي نشوفهم من بعد طبعا ما مروا بهذا المحنه اللي مروا فيها. نعم طبعا يوم الشهيد من اعز الايام في مملكه البحرين واكثرها فخرا، التضحيات اللي قدموها الشهداء في سبيل الوطن وحفظ الأرواح هي تضحيات راح تظل محفورة في تاريخ الوطن. وأيضا حتى الأعمال أو التضحيات اللي قاموا فيها أهالي الشهداء هذه تعكس مدى الوفاء والإخلاص والانتماء في حب الوطن، القوة والشجاعة والوقفة. نعم. والثبات الصراحة الله يجزيهم خير، يعني يجزيهم خير وفعلا فاهمين قيمة التضحية من أجل الوطن، يعني هذا الشيء اللي احنا لاحظناه فيهم. نعم الله يجزيهم خير ويعطيهم طولة الصبر والله يرحم شهدائنا. آمين يا رب. النقيب صالح عادل الحادي وأيضا المشاهدين الكرام، عام بعد عام نرى أبناء الشهداء يقفون بشجاعة وقوة وفخر واعتزاز تكريما وإجلالا لأبائهم، بعضهم أيضا يطمح عند الكبر أن يصبح جندي من جنود الوطن ويسير على مسار آبائه وأيضا يخلد ما فعله الآباء أيضا والأجداد على امتداد سيرة مملكة البحرين، كونها سيرة زاخرة بالفداء والتضحية لتراب هذا الوطن الغالي من عهد المؤسس أحمد الفاتح ومنذ عام 1783 ميلادية. لذلك التضحيات مستمرة لهذا الوطن المعطاء. احنا نشكرك النقيب صالح عادل الحادي على تواجدك معنا، نقول يعلي مثلكم مايد وبيض الله وجوهكم على عطائكم، ويمكن هذا اللقاء البسيط ما يوفي جهودكم ولكن بإذن الله تعالى تلفزيون مملكة البحرين نستمر معاكم في إبراز جهودكم. الله يعطيكم العافية والله بيض وجوهكم وما قصرتوا على جهودكم اللي تقومون فيها. شكرا جزيلا لك. شكرا. أتوقع أبو سعيد الآن نذهب إلى لقطات عامة حق القرية. نعم. ونرجع مرة ثانية معكم مشاهدينا، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. قبل ما ننتقل حق زميلتنا خديجة صار بيصير اتفاق بيننا ودي بكرة. أيه. شنو؟ بنطلع احنا مراسلة. أيه. بعد ليش لا بالعكس بنطلع بنشوف. أيه. الناس اللي بنسولف معاهم الناس. اي والله ونستانس. أيه والله. وعلى فكرة انا جاية ابو سعيد وانا جاية اتمشى يعني داخل الاستوديو شفت وايد طرقات حلوة حول اللبس الشعبي، الثناءات، الكلمات الحلوة من اهل البحرين، هذا اكيد شيء صراحه يثلج الصدر ويدل على ان الناس قاعد تقدر التراث وتاريخنا وحضارتنا. كلمات حلوه يعني سمعت الصراحه، هذا اوجه لكم تحيه عبر شاشه تلفزيون البحرين
ما قصرت يا أمهاتنا وخواتي على الكلام الطيب، يعني تثلجون الصدر دائما وابدا يا اهل البحرين. انا بكره رد باردك يعني تشرد نوره تشرد، انا بكره بنطلع مراسله. نطلع ليش يعني بكره سلم ان شاء الله جهزي نفسك قبل ان شاء الله نطلع مراسله والاجواء الزينه وناخذ ادوار خديجه وسبيشة واحمد وزينه فبكره كلهم رست أيه. بنطلع هني وهناك سلام ان شاء الله موافقه ليش بالعكس خلينا نشوف خديجه جاهزه سلام ان شاء الله العالم خديجه جاهزه سلام ان شاء الله خديجه تضحك الكاهية يلا اعطينا الراي سلام ان شاء الله عن السالفه اللي فتحناها وعقب نشوف الفرح او مظاهر الفرح. ما سمعت السالفه بس اقدر اقول لكم عن اجواء القريه اليوم انها جدا جميله. حبيبتي قولي لنا عن اجواء القريه تفضلي. طبعا الاجواء جدا جميله، نشوف فرحه الكبار والصغار، وحين انا بسال احد المتواجدين هنا اذا هو عارف شنو سبب هذه الفرحه. تفضل. شو اسمك؟ احمد. تشوف الناس كلهم مستانسين اليوم؟ ايه. شنو السبب اللي يخلي الناس كلهم يستانسون اليوم ويلبسون احمر؟ لان عيد الوطن. صح شاطر. يا هلا مرحبا فيك اخوي. هلا هلا مرحبا. يا هلا. في البدايه عرفني بنفسك. محمد عطاوي. اذا تشوف الكاميرا بس اخوي محمد، يعني ايش رايك اليوم في الاجواء في القريه؟ وايد حلوه الاجواء ان شاء الله دوم الافراح ان شاء الله. اجواء جميله، العيال ان شاء الله استانسوا. ايه الحمد لله كل مكان وديناهم يلعبون والاحتفالات. زين الله يسعدهم دوم. اخوي يعني عندي سؤال بسيط، المفروض انتوا هاي المحرق عارفين السؤال ان شاء الله. ان شاء الله وسهل عليك مو صعب ان شاء الله. واذا جاوبته صح راح تحصل على جائزه قدرها 100 دينار بحريني مقدمه من وزاره الاعلام ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال يقول اكبر حجم من انواع اللولو هو الدانه او القماشه؟ الدانه. صح اجابه صحيحه ومن غير ما اغششك. مشكورين يعطيكم. السؤال سهل كان بالنسبة لك صح؟ سهل والمحرك. فنقدم لك الجائزة اللي هي قيمتها 100 دينار من وزارة الإعلام. تفضل ألف مبروك. مشكورين الله يبارك فيك. مشكورة. شكرا لك. شكرا يعطيك العافية. وبكذي نورة أبو سعيد نرجع لكم في الاستديو. ومن خديجة الكوهجي إلى زميلاتنا سبيتش الدوسري، حياك الله سبيتشة. سبيتشة وسط الأجواء والحشود يعطيك العافية، وقولي لنا خبرينا عن أجواء القرية. الأجواء جدا جميلة وأيضا عندنا مسابقات وزادت الأجواء حماس. معانا أيضا في القرية ضيوفنا، حياك الله شيخ. الله يحييك. اسمك بالخير؟ محمد الفردون. حابة أتعرف على رأيك في القرية، ايش رأيك فيها؟ والله أول شيء كل عام ومملكتنا الغالية بخير وملكنا الغالي بخير، وبصراحة الأجواء جدا جميلة والتنظيم بعد وايد جميل واليهال مستانسين بعد والحمد لله. متى جيت القرية؟ والله تونا اليوم جايين. شنو سويت؟ يعني افترينا شوي ورحنا المطعم كلنا. تحس فرقت الأجواء عن الأعمار الماضية؟ أكيد طبعا. شنو المميز فيها؟ والله المميز يعني الأشياء التراث القديمة والمطاعم وهاي الأشياء دي. يعني شو اسمك؟ ليان. ليش لابسة أحمر؟ لأن عيد الوطني. عيد الوطني. أوكي. اليوم عندنا جوائز وعندنا أسئلة خفيفة إن شاء الله أنك تقدر تجاوبها من غير ما نغششك. أبغى أسألك سؤال، بما أنك رجل أتوقع أنك بتجاوب بسرعة. ما هي الشطفة؟ الشطفة أعتقد هي نوع من أنواع العقال. صحيح. ألف ألف مبروك. فزت معانا ب 100 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. مشكورين ما قصرتوا. الله يسلمك. تفضل هذه جائزتك. هذه كانت أسئلتنا، عودة لكم زملائي. مشكورة زميلتنا سبيتشة الدوسري. وعلى طاري الدردشة سلمكم الله الكنترول يقولون دردشة، صار تحدي الحين بسيط. زميلتنا أسراء قالت إذا تبي باكر تنزل مراسلة شيل النظارة. تفضل. أنا مستعد الحين. أوكي سلمك الله.
اقدر اشيل النظاره وترى اطالع يعني اي اقدر اشوف اي بعدين بقرا فالوضع طيب انا كسبت المراسله باكر تعال انا بيرك معايا يعني تقول نوره هذه اطلع بالموضوع يردني مره ثانيه انا ترى ما عندي مشكله بسيء اي ما عندي مشكله بالعكس انا احب اكون متواجده ويا الناس ونروح نشوف الناس فيها فرحه فيها اسئله وفيها معلومات وفيها خير وبركه من الله سبحانه وتعالى ووزاره الاعلام هل البحرين يستاهلون والله يستاهلون يستاهلون كل الخير ايوه واحنا اسئلتنا مشاهدينا الكرام فريق الاعداد اسئلتنا من عندنا ساعة كم يطلع برنامجنا في القرية التراثية؟ من اللي قدم البرنامج؟ اي اسئلة بسيطة باشر ان شاء الله راح بس انه واحد السادة المشاهدين بسعيد اساس اللي بيتابع بسعيد هو يراسل يعرف التايم تشوف تشوف الميكروفون تشوف الميكروفون تشوف سلامك الله علامة البحرين شر والله بالخير والله الله يسلمك من 6 ان شاء الله باشر راح نكون معاكم الى 8 لكن احنا اختلفت اوقاتنا في الفترة الماضية تزامنا مع العيد الوطني ويوم الشهيد لكن ان شاء الله راح نرجع لكم نفس ما كنا من 6 الى 8 في أوقات برامجنا المباشرة اللي تنقل لكم الأحداث الطيبة الحلوة في القرية التراثية لمملكة البحرين إذن مشاهدينا شؤون الكهرباء والماء تقيم حفل متنوع بمناسبة العيد الوطني اللي شهد العديد من الفقرات المختلفة واللي من شأنها تعزيز الروح الوطنية تابع هذا التقرير ونرجع لكم أقامت وزارة شؤون الكهرباء والماء مهرجاناً تضمن العديد من الفعاليات والاحتفالات المتميزة التي عكست روح الوطنية الكبيرة التي يتمتع بها الشعب البحريني وتضمن المهرجان بعد إلقاء كلمة الوزير العديد من الفقرات المختلفة كإلقاء الشعر وزاوية للأسر المنتجة والمأكولات الشعبية وزاوية مخصصة للأطفال طبعاً نشكر الأخ اللي مشغل كاميرا الدرون على اللقطة الحلوة وايد عجبتنا بصراحة وإن شاء الله تعجب ضيفنا أيضاً يوم الشهيد مشاهدينا مكانه وركيزة طبعاً كبيرة في قلوب البحرينيين وهو يوم فخر ويوم اعتزاز بتضحيات شهداء الواجب الإعلام له دور كبير وبدوره أيضاً يستذكر هذا اليوم بطريقة الخاصة ويؤكد يا نورة أيضاً الاحتفاء الوطني بيوم الشهيد على المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الواجب في نفوس جميع المواطنين ويوم أيضا رد الجميل لأهله وفرصة للتعبير عن الترابط وما تكنه مملكة البحرين وشعبها من تقدير وفخر واعتزاز بهؤلاء الشهداء البواسل الذاكرة الوطنية مشاهدين الكرام تخلد سيرة النماذج المضيئة لما قدمتهم شهداء الوطن لما قدموه من تضحيات بطولية نحن نستلهم منها قيم الحق والعدل والإخلاص والولاء والوفاء والدفاع عن هذا الوطن المعطى بالفعل بسعيد وعشان كذي
مهم ان احنا نتكلم اكثر عن الموضوع. يسعدنا ان احنا نستضيف في الاستديو الكاتب والاعلامي فيصل الشيخ، حياك الله ونورنا في الاستديو. بنوركم وجودكم، مشكورين على الاستضافه. وطبعا في البدايه يعني احنا قبل تعودنا ان احنا نهني بالعيد الوطني وعيد الجلوس. نعم، انا اقول له احنا نهني بالعيد الوطني، عيد الجلوس وعيد الشهداء. هذا العيد اللي يشكر عليه جلالة الملك ان قرن بالعيد الوطني وبعيد جلوسه، وطبعا له دلالاته بعد كثيره اعتقد بنتكلم. نعم ان شاء الله. من اليوم نبي نعرف الصحفي، ما نبي نقول الاعلامي لان الاعلام يعني كبير وواسع، لكن الصحفي اليوم شلون ممكن يعني يعبر عن هذا اليوم، يوم الشهيد؟ طبعا شوفي، انا كتعريفات لما نقول اعلام يشمل الصحافه لما نقول صحافه اللي يمارسون مهنه الصحافه. يمكن احنا تعدينا موضوع الصحافه، صرنا كتاب، بس قبل كنا صحفيين. نعم. لكن لكل واحد طريقته. نعم. يمكن احنا ككتاب كتاب راي واحمده يوميه علينا مسؤوليه اللي هي نشر الوعي والتذكير بهالمناسبات. مهم جدا اذا لك قراء يقرون انت تلفت انتباههم حق امور جدا هامه. نعم. وطبعا في ايام اعيادنا الوطنيه ما اعتقد ان يعني من المعقول او المقبول ان احنا نتكلم في امور ثانيه. كلامنا دائما البحرين اولا واخيرا. احنا نعيش ايام فرح، نعيش مناسبه تتكرر علينا كل مره، لها ثقلها. نعم. لها وزنها، لها مكان موجود في قلب كل بحريني مخلص. فبالتالي يعني امس عايشنا اجواء العيد الوطني، يمكن تشرفنا بحضور الحفل في قصر الصغير، حضور جلاله الملك الله يحفظه، واليوم قاعدين نحتفل بعيد الجلوس وايضا عيد الشهيد. وانا اشكركم على الاستضافه للحديث عن عيد الشهداء، شهداء الوطن بالتحديد. نعم. افتخر انت ابن الشهيد، هذا ما عنوانته اليوم في صحيفه الوطن. نعم. وعلى طاري صحيفه الوطن، وقبل ما ابتدي معاك بالسؤال، احنا نبي نضيفك من ضيافه الوطن سلمك الله، شاربك قهواتنا وبروح معك. وفهد حياك سلمك الله. وبروح معاك عن ما تفضلت به في المقدمه، اليوم سمو ورفعة الدلالات في مملكة البحرين لا تمر برول الكرام أبدا، وهناك أيضا إشارات تلتقطها أقلام الكتاب البحرينيين، وفيصل الشيخ دائما وأبدا مميز اليوم في هذه الالتقاطات. أبغى أتكلم عن دلالات اقتران اليوم، أتكلم أعياد مملكة البحرين الوطنية بشكل عام، وعيد جلوس سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله بشكل خاص مع يوم وعيد الشهيد. طيب يونس، شوف في الصحافة في فنون عديدة. نعم. في الخبر الصحفي، في المقال، في التحقيق، كل فن له جوانبه. في احنا عندنا شيء هي مرحله يمكن شوي نعتبرها متقدمه جدا، اللي هي نسميها احنا تحليل المضمون او تحليل الخطاب. هذه انت ليش يقول لك في مصطلح ما بين السطور؟ ما بين السطور المقصود فيها انت الدلالات هذه شلون تطلعها. بعطيك مثال، احنا دائما نضرب امثله بكلمات جلاله الملك الله يحفظه. ممكن تشوف احيانا جلاله الملك يلقي كلمه قصيره مدتها لكن فيها دلالات ومضامين عديده، شلون انت تترجم هذه الدلالات ما بين السطور. فاحنا اليوم في كثير من الامور احنا كبحرينيين نبحث فيما بين السطور. بعطيك مثال، امس احنا قاعدين في القصر ننتظر جلاله الملك. سبقني شنك تسالني عنه. انا كنت بسالك سؤال حركت علي لان تعرف انا احب التفاصيل، لكن عطنا الدلالات سلمك الله. في عرف جميل جدا يعني تأسس في البحرين ومن بدايات المشروع الإصلاحي، وطبعا هذا شيء متوارث عنا عن عائلتنا الحاكمة الله يرحمه الشيخ عيسى طيب الله ثراه، جلالة الملك لما جاء في كثير من الأمور اللي الواحد يتمعن فيها يحاول يستوعب الأشياء. احنا ليش نقول احنا نعيش مشروع إصلاحي؟ مشروع فيه كثير من الأمور لو تمعنا فيها نشوف فكر جلالة الملك الله يحفظه، الفكر المتقدم. لما نقول مملكة إنسانية، احنا ما قاعد نتكلم عن شعار مثل الشعارات اللي تنرفع في دول الغرب والأفعال هي تناقضها، احنا قاعد نتكلم عن فعل قول وفعل وتطبيق، مو تطبيق بإلزام لأن العالم يطالعنا، لا لا، لأنه هو من ديننا، من موروثنا، من قناعاتنا. فبالتالي أمس كما العادة قبل ما يلقي جلالة الملك كلمة السامية احنا في القصر 21 طلقة من المدفع. هذه لو نرجع قبل سنين لما ثبتها جلالة الملك وأسسها كعرف 21 طلقة تخليدا لذكرى شهداء الواجب وتذكير شعب البحرين
تشوف الطلقة قوتها أنت يعني ما بتفوتها، هذه طلقة مدفع أنت بتنتبه بدق حبس طالع ليش الطلقات هذه تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء. خلصوا الطلقات ألقى جلالة الملك كلمته، جلالة الملك الله يحفظه في كلمته في الأعياد الوطنية ودائما ذكر شهداء الواجب، دائما أن هذين الناس مخلدين في ذكراننا دائما. يعني هاي بعد محور أنت بتكلمني عنه أكيد، أبنائهم شنو البحرين قاعدة تقدمه لهم نظير ما قدموا أباهم وفدوا تراب هذه الأرض بالدماء. يعني كنت دخلتني في المشاعر اخوي فيصل، يعني انت تتكلم فعلا احنا عشنا الاجواء، يعني احنا شفناها تلفزيون لكن احنا عشناها معاك الان من خلال تعبيرك من خلال كلامك وصفك للحدث اللي عشته امس. نرجع حق رازجية وايد يحبونها البحرينيين، خبرنا عن انت شلون تشوف تفسير حب البحرين حق الرازجية هذه. قبل ما اقول لك عن الرازجية، سالفه الايموشن والتحريك العواطف، ترى الاعلام عنده رسالة جدا مهمة. احنا اليوم يمكن الضيف اللي استضفته يمكن يمثل جهة رسمية يتكلم لك عن الأمور الرسمية، عن تشريعات، عن قوانين، عن إجراءات. احنا دورنا كإعلام احيانا ناخذ الشيء الجامد، القالب الجامد، وشلون نبسطه بطريقة تدخل قلبك قبل ما تدخل اذنك. صحيح، شلون تأثر فيه. فهذه دورنا. ليش احنا لما نروح مثلا سينما او في التلفزيون نشوف مقطع انساني مؤثر، شخص يتفاعل وياه، يتحرك حتى القلوب الجامده. فدورك انت كاعلام تبحث عن الجوانب الانسانيه. اليوم لما انا اتكلم اقول يوم شهيد، لما اقول في تشريع صار وقانون طلع وهالكلام، يمكن الواحد ما قاعد يدش وياك في المود، لكن لما تتكلم جوانب انسانيه، ليش صار الموضوع، شنو ابعاده، ايش قاعد تسوي البحرين، هني يدخل في القلب يرتخي. هني صحيح. رازجية الشعار الجميل ذي، رازجية والسعفة. أوكي، إحنا هذه إحنا دائما نقول البحرينيين إحنا عندنا خصوصية، هذه الكاستمايز مالنا كدلالة على يوم الشهيد. طبعا كلكم تعرفون رازجية دلالتها بيضة، لونها أبيض، سلام، محبة، هدوء. والسعفة ثبات في الأرض من النخلة، ثبات، ولاء، انتماء. فهذه اللي احنا نفتخر فيه. زين، في دول ثانيه عندها مثل هالاشي. يعني انا يوم ذكرت كنا ندرس في بريطانيا، كنا في وقت اللي هو يحتفون بالمحاربين القدامى، الورده مالتهم هذه نشتريها باوند، وكانوا يلزموننا حتى احنا طلبه في الجامعات لا لازم تلبسها. طبعا الباوند ياخذونه ويروح حق صندوق دعم عوائلهم ويسوون ايفنت. احنا يمكن نفس المنطلق صار عندنا هني. طبعا هذه توزع، لكن انا في رايي انت اليوم كمواطن لا افضل اشترها، لان الريح مالها وين قاعد يروح. صحيح. يروح في، يعني كانك انت قاعد تقدر ولو تقدير بسيط بمبلغ رمزي تضحيات هاي الناس اللي بسببهم هذه الديره امنه ومستقره وما في اي تهديد قدر يوصلها، لان عندك ناس فدت بروحها ومشاعرها على كل شيء. بلا شك ترى اعظم منزله. احنا لما نقول وطنيه كلنا وطنيين. صحيح. كلنا مخلصين نحب هالبلد. لكن في يعني في وقت الشدايد تفرق من اللي قدام في الصفوف الاماميه ومن اللي ورا. احنا ساعات حتى الاعلاميين نقول لان في حدث معين الديره تبيك الحين انت تطلع. لما نفس ما نقول الدوائر دايره، لكن لما يهدى الوضع لا يختلف، يعني الرجال تختلف. صحيح. نفس الشيء الكلام انا اقول لكم عن شهداء الواجب، دلين في الواجهه صدورهم مفتوحه. عشانك، عشان مين؟ عشان البحرين. صحيح. عشانك انت يا مواطن. فهاي سالفه الرازجيه، معلش انا نطهني هني، انا برجع لك يعني ان شاء الله وبكمل معاك اليوم على التفاصيل، وايضا ما تقدم من تفاصيل وكانما تقول لنا يعني مجموعه من الاسئله من خلال حديثك، فشكرا لك. ترى انا هو اصلا كلامه اخوي فيصل مثل ما اقرا اليوم ما تقدم صعب اقراك. سلمك يلا. اول شيء بالعكس انا مستانس بوجودكم خلف الشاشه اليوم، نتعودنا عليكم في الاذاعه واصواتكم الحلوه، فجدا انا مستانس لاجلكم. الله يسلمك. نستكمل ان شاء الله معاك الحديث. وعلى طاري ما قدمه لنا ايضا الكاتب الصحفي فيصل الشيخ عن أهل البحرين، أن صدورهم مفتوحة ودائما في الصفوف الأمامية، دارنا البحرين في اليوم الكبير توقف وتحمي ظهور إخواننا، واليوم مواقف أهل البحرين اليوم من خلال أبطال وجنود سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مخلدة في التاريخ، ودائما يوقفون ويحمون ظهور إخوانهم. بعد الفاصل الحديث بالتفاصيل مع الكاتب فيصل الشيخ مستمر في السلو قرية التراثية.
داعين الله عز وجل بمناسبة الذكرى العطرة ليوم الشهيد بالرحمة والمغفرة لرجال البحرين الأوفياء الذين قضوا نحبهم وصدقوا عهدهم فداء لوطنهم وتلبية لواجبهم منذ فجر تأسيس الدولة البحرينية المباركة. وستنير تلك المواقف سماء تاريخنا الوطني الذي سيسجل لهم تضحياتهم الكبيرة بأحرف من نور. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم، ننتقل إلى زميلتنا خديجة الكوهجي من ساحة القرية. حياك الله يا خديجة. يا هلا مرحبا نورة. طبعا كمية كبيرة من الأطفال اللي لابسين اليوم ملابس شعبية وسعيدين جدا بفعاليات القرية، ومعي اليوم أحد ضيوفني. أهلا مرحبا فيك. هلا والله. في البداية عرفني بنفسك. وياك حمود، حمود علي حسن. والنعم فيك أخوي. طبعا أخوي شو رأيك اليوم في أجواء القرية؟ لا أجواء القرية وايد عجيبة في هاي المكان صراحة. نمدح نخلي نبي الأوادم تي لأنه وايد أشياء غريبة في القرية عن العصر القديم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو رأيك اليوم في القرية؟ حلو. حلوة القرية اليوم؟ انزين، عندي سؤال جدا سهل. البرحي هو نوع من أنواع البخور أو نوع من أنواع الرطب؟ نوع من أنواع الرطب؟ صح. وفزت معانا بمئة دينار بحريني مقدمة من وزارة الإعلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. طبعا بكذي مشاهدينا نعود لمذيعينا في الاستديو. شكرا خديجة. شكرا. ما قصرت. أنا والله يا خديجة سلمت الله، تفرحين الناس سلمت الله، وإحنا بعد نفرح المشاهدين الكرام اليوم من خلال تواجد ضيوفنا وبالمعلومات المثرية والقيمة. لكن بإذن الله تعالى إذا الله عطانا عمر بكرة ننافسكم إن شاء الله في الميدان ونفرح الناس. جازم بسعيد. لأن منافسة سلمت الله في الخير هذه. ولا إيش رأيك أستاذ فيصل؟ عموما ترى أستاذ فيصل إحنا يعني ودنا نعلق على كل جواب يجاوبني إياه، وكلامك صراحة يعني فعلا يؤثر. اليوم في مثل هذا اليوم احنا اليوم نعيش 8 سنوات من اطلاق هذا المبادرة لسيدي صاحب الجلالة. شلون تشوف تفاعل البحرينيين مع يعني على مدى هذه السنين 8 سنوات شلون تشوف تفاعل البحرينيين مع يوم الشهيد؟ طبعا اليوم عملية قياس الرأي او قياس مود الشارع نفس ما نقول، نعم، او المزاج العام، دائما انا اقول صارت عملية سهلة من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. انتم تشوفون الدش الساعة 12 العيد الوطني، شوفوا الناس حساباتهم شلون. حلو اللي تأخر يحس روح انه مقصر. صح ايه. بالفعل. فشوفوا الناس شلون قاعد تتفاعل. اي نعم. مع العيد الوطني، شوفوا الناس شلون تتفاعل مع يوم الشهيد. فاليوم انت قاعد تقيس بسهولة جدا. ايه. يعني انا دائما اقول حق المسؤولين انت اليوم ما تحتاج تسوي لك سيرفي او تنزل او الكاستمر سيرفيس عندك يحاول ياخذ، انت اليوم خل عندك موظفين العلاقات العامة عندك يدشون ويشوفون تفاعل الناس في أي موضوع، فبترصد بالفعل نبض الشارع. طبعا أنا أتكلم دائما عن الناس اللي قاعد تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح وبشكل رصين وبعيد عن الأمور الثانية اللي المرفوضة. فأنت بتشوف اليوم تقدر تقيس تفاعل البحرينيين شلون. اليوم أنتوا كوسائل إعلام حتى إحنا كصحافة وغيرها اليوم إحنا في منافسة شديدة وتغلبوا علينا حتى المواطنين والناس المتفاعلين في السوشيال ميديا، وهاي شيء زين. الجميل إنك تشوف السوشيال ميديا في العيد الوطني لونها أحمر، صح، اسمها البحرين، شعارها صورة جلالة الملك، وقاعد تعطيك تفاصيل جدا جميلة في معلومات والله العظيم يمكن إحنا ما نعرفها. صح. اجتهاد وتعب من الناس اللي قاعد تحب هالبلد. صح. شيء جدا جميل ويقدر، وانا هنيكم صراحه على تغطياتكم. الحلو اللي قاعد اشوفه شباب صغار قاعدين ينتشرون في كل مكان وقاعدين يغطون هالاحتفالات الجميله بكثر ما احنا فرحانين نشوف. شوف الناس حجم الحضور. نعم. حجم التفاعل قد ما نشوف ان احنا اعلاميين قاعدين يبرزون بشكل جميل. طبعا هذه تحيه توجه حق قيادات وزاره الاعلام، طبعا دكتور رمزان
داعم للشباب، وطبعا قبله بعد ما نسجود ومحمد علي رميحي، وبالعكس يعطيكم العافية. طبعا انت تقولين اعلاميين متحيزة لان انا اعلامي وياك فتقولون الاعلاميين، فاعتقد ان الاعلام البحريني قاعد يؤدي دوره بشكل جدا جميل، واذا ما تفاعل الاعلام البحريني في يوم البحرين احنا مقصرين طبعا. صحيح اكيد. احنا اليوم خلال تغطياتنا في وسائل الاعلام بشكل عام، خلال تلفزيون البحرين، اذاعه البحرين، جميع الاجهزه والجنود المعلومين والغير معلومين في وزاره الاعلام في حق هذا الوطن، ودنا نقدم الاكثر. واليوم من خلال تغطياتنا لفعاليات القريه التراثيه وجهود الزملاء اليوم في استوديوهات وزاره الاعلام، من خلال البرامج والتغطيات المختلفه، سواء اليوم تكلم يوم الشهيد ولا امس احتفائنا باعياد مملكه البحرين الوطنيه، وصولا لكم انتم في الصحافه البحرينيه. ومثل ما انا ما راح اقدم وايد سؤال، افتخر انت يوم الشهيد، اخر فقره في عمودك مقال اليوم، او مقال اليوم عفوا، اخر فقره ما راح اقدم السؤال، عطنا الاشارات والدلالات عن فكره منصب ابن الشهيد. منصب نسميته انا، حطيته في العنوان، عنوان المقال افتخر انت ابن الشهيد. شوف اليوم هذا اليوم بالذات ما اعتقد لازم يمر علينا مرور الكرام. جلالة الملك ما رسخه وثبته في العيد الوطني وعيد الجلوس إلا لهدف معين، إلا تخليداً لهؤلاء الأبطال. أنا أتذكر جلالة الملك يوم في 2011 يوم كنا نسلم عليك إعلاميين، أنا سلم عليه قال لي حي الله البطل. شوف الكلمة، يعني أنا جداً افتخرت فيها، هذه قائد بلدي لما يصف الإعلام بالبطولة يعني احنا قاعد نأدي دورنا بالفعل. صحيح. حالنا حال اللي قاعد يحرس هالبلد على ثغر من الثغور، حال لحال رجال الداخلية وغيرها من الأمور. أنا قاعد أتكلم عن أبناء الشهداء. الشهداء الله يرحمهم توفوا، تخلدت ذكراهم، جلالة الملك قاعد يعطيكم دلالة اليوم من يروح يوم الشهيد هو بنفسه قاعد يسقي النخلة وقاعد يعطيكم هالإشارات أنها ترسخ في الذهن. اليوم ذلين أبطالنا شهداء وتخلدوا وتجاههم البلد، لهم حق على البلد مثل ما هم أدوا مسؤولياتهم وواجبهم، أيضا البلد ما تنسى عيالها. فبالتالي نشوف كثير من المبادرات اللي صارت حق أبناء الشهداء، جلالة الملك أسس صندوق الشهداء، كل هذه الأمور. لكن اليوم أنا قاعد أتطرق حق عيال الشهداء، ذلين لما يفتح عينه فقد الأبو صعب. صحيح. لما ما يشوف أبوه على طول تشيل هذه المشاعر والأحاسيس حنية. فأنت اليوم كبلد، أنا أقول دائما عيال الشهداء، لا أنت ما فقدت أبوك، افترض بلد يحيي دائما وأبدا، أنت عندك أبوك. صحيح. وموجود وقاعد يرعاك وقاعد يعني يسخر كل شيء، أبوك جلالة الملك بنفسه، أبو الشهداء، أبناء الشهداء، جلالة الملك، هذا الإنسان اللي قلبه وسيع، قلبه رحيم. فأنا قاعد أقول اليوم إحنا نطمح لأكثر أيضا حق هالعيال، حق هاللي فقدوا ذويهم، وجلالة الملك طبعا أبو الجميع وما يقصر. فأنا قاعد أفكر، قاعد أقول مثل ما إحنا يمكن هذه يمكن دور صندوق أبناء الشهداء بعد، هذه الولد اللي فقد معيلة لما يكبر يفترض نحن نفكر في أشياء تخصص لهم بعثات خاصة حق أبناء الشهداء، في لهم بعض المزايا، بعض الأمور في الإسكان لأن كبروا، في الوظائف نهتم فيهم، وأعتقد الدولة أبداً ما تقصر في الموضوع، والموضوع في البال في الحسبان. ليش؟ لأن هذه لما أنا أشوفها قدامي ما قاعد أقول هاي يتيم، لا لا لا، هذه أبوه بإذن الله في الجنة، هذه ولد شهيد، بالتالي هو عنده منصب يمكن اليوم أحسن مني ومنك يا يونس. هذه أبوه شهيد يشفع له، وهو لازم يمشي ويفتخر، أنا أبوي ضحى بنفسه لأجل البحرين. نعم. فبالتالي أنا في مقال اليوم الرسالة لهم، افتخر أنت ابن شهيد، أبوك لو راح عن رب العالمين ودش الجنة عندك أبوه يرعاك. نعم. جلالة الملك الله يحفظه ويطول بعمره. نعم. كلامك على ما تم اليوم من خلال رعاية سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لأبناء الشهداء ولأسرهم ولذويهم اليوم من خلال واجبات الصندوق الملكي لأسر الواجب، لهم رعاية في الجانب التعليمي والصحي وأيضا رعاية الاجتماعية. يونس باذكر نقطة حلوة، تسمح يعني لي بس لما ناخذ النقطة بس من عقب ما نروح حق مراسلاتنا. أوكي. بس أنا ما ودنا كنا من ساعة نستقطك حديثك، فبناخذ النقطة من بعد ما ننتقل حق زميلاتنا، تسمح لنا؟ تفضل. زاد فضلك. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى زميلاتنا العزيزة
سبيكة الدوسري الأخبار والعلوم. يا سبيكة أهلا وسهلا فيكم من جديد ومتابعين معاكم الفعاليات والأجواء الحماسية اللي معانا ومعانا متسابقة جديدة. حياك الله. اسمك بالخير؟ حسن عايشة حسن السبيعي. والبنوتة؟ عايشة حسن أحمد عبد الله الحامد. والنعم. حابة أعرف إيش رأيك بالأجواء القرية السنة؟ الله ما شاء الله اللهم بارك. إن شاء الله كل سنة البحرين في خير وفي تقدم وفي عطاء ويسلم ملكنا إن شاء الله والبطانة الصالحة إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أنت ليش لابسة أبيض وأحمر؟ لأن أحب البحرين. تحبين البحرين؟ إيش كثر؟ وايد وايد وايد؟ تبين مسابقة ولا لا؟ مسابقة تبين؟ تبين جائزة؟ إيه. يلا نسألها؟ أزين عندنا مسابقة وإن شاء الله أن الإجابة مرة سهلة. عندي المثل يقول حلات الثوب منه ورقعته منه وفيه. بس ما شاء الله عليك مستحيل. في استماعنا بجائزة مقدمة من وزارة الإعلام 100 دينار. ألف مبروك. طبعا عندنا جمهور وراء الكاميرا ودي تشوفونه، أجواء حماسية جدا جدا. نرجع لكم زملائي في الاستديو. صراحة الفوز حلوة ها، وكل من يعبر فيها على الطريق عليها بالعافية تستاهل ويستاهلونها للبحرين كل الخير. نرجع حق اللي منورنا في الاستديو فيصل الشيخ الكاتب اللي دائما مقالاته مؤثرة وكلماته أيضا مؤثرة. كنا وقفنا عند نقطة معينة هي نستذكرها معاك ونرجع لها مرة ثانية. أنا قاعد أقول دائما عملية التذكير بالشهداء وأبنائهم واهتمام الدولة بهم مهمة. اليوم أنا قاعد ألاحظ مثلا في أمور قاعد تنتشر في السوشيال ميديا، أحيانا إحنا يعني ما نحتاج الأخبار الرسمية والتغطيات الرسمية. إحنا كبحرينيين تعودنا أن علاقاتنا الطبيعية الصور العفوية هذه يمكن أنا ألاحظها أن قاعد تطبق أكثر من سمو الشيخ ناصر. الفعاليات الدائمة اللي قاعد يسويها حق أبناء الشهداء، المؤسسة الخيرية اللي لاحظتها قبل يومين سمو الشيخ خالد لما مع أبناء أحد الشهداء ولابسين الدريس العسكري سلم القلادة. أي نعم. أنا هني الصورة قاعد أفكر يعني أنت اليوم إذا أنت طبيب عيالك يبون يكبرون يبي يصير طبيب على أبوه، أو أنت إعلامي يبون يصيرون إعلاميين، ما إحنا نقول لهم لا تدرسون إعلام تعبروا راسكم. فاليوم أنت لما تغرس في الأبناء ذليل أن أشوف هذه فخر أبوكم ومين اللي قاعد معاكم ودائما مهتم فيكم جلالة الملك وأنجاله. أنا أتذكر مجموعة من شهدائنا اللي ومستشهدوا الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. آمين إن شاء الله. كان دفانهم في البسيتين، كان متقدم الدفان سمو الشيخ خالد سمو الشيخ ناصر والشيخ ناصر. وأنا أتذكر يوم عزته كنت أعزي الشيخ خالد سمو الشيخ خالد، يعني أتذكر ليه الحين أتذكر مسكني وضربني على ظهري بقوة يقول لي ربعي يا فيصل، يعني شوف الكلمة شوف الوفاء شوف. يعني احنا كلنا متأثرين، هذين أبطال وطن، هذين أصحاب عوائل وناس بيننا ومننا وفينا. فواقع الموضوع شلون ثقيل على الناس اللي تعرفهم، فما بالك بأبنائهم عوائلهم. لما يشوف جلالة الملك بنفسه بعظمته موجود، لما يشوف أنجاله سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد موجودين، هذه شو تحس انه هو داخل يصير ولاء وانتماء اكثر. صحيح. واعتزاز. لما يجيك في يوم الشهيد وهو لابس لبس قوه الدفاع او الشرطه تقول هذه بيكون امتداد ان شاء الله حق ابوه. صحيح. هذه واحد ما تخاف عليه. هذه البحرين هنا موجوده. صحيح. ما تحتاج انك تنمي فيه وعي وانتماء وطني، لا لا لا، هذه جايك بغارز. صحيح. يقول لك انا ابوي عطى هالارض دمه. صحيح. فانا على خطه. تتجسد سلمك الله اليوم معاني وقيم ما تفضلت بها ايضا من خلال رسائل يقدمها سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال موقع التواصل الاجتماعي، وايضا سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. كان انا مره من المرات منزل سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة صوره له باللبس العسكري ولابس القبعه وهناك اسماء الشهداء. ففي ناس في التعليقات تحت يسالون من
هم منهم اللي جاوبوا عليهم كلهم من هالبحرين. فاليوم اليوم الدلالات اليوم الدلالات اللي يقدمونها اليوم ابناء مملكه البحرين بشكل عام ان الشهداء ما راح ينساهم التاريخ وايضا مخلدين في قلوبنا. اليوم هذا التمازج الجميل اللي نشوفه من خلال رسائل ودلالات سيدي صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وايضا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد. شوف يونس، لما احنا نقول انتمائنا لهاي الارض، حبنا لهذه الارض، ولائنا لها، نفديها، شوف كلمه نفديها هذه يا تقولها وانت تعنيها يا لا تقولها. ليش انا اقول وقت الازمات وقت لما دير تكتب بيك انت تكون موجود قدام تنسى كل شيء، هني كلمه نفديها تبين انت مستعد تاخذ طلقه عشان البحرين، مستعد انت دمك يسيح. اي هذه امك، هذه لو مو بهالبلد ما عشنا في امان، ما عشنا في عز، ما شفنا عيالنا يتربون يتعلمون احسن تعليم وفي خدمات، في عندنا كثير من الامور، في عندنا هموم، في عندنا امور حالنا حال اي بلد ثاني، في حراك مجتمعي، في عندنا برلمان، في حكومه قاعد تشتغل، هذه الامور موجوده، ما في بلد جنب الكامل، لكن في بلد تحترم موروثها، تحترم دينها. اذكركم كلمه جلاله الملك في افتتاح دور الانعقاد، شوفوا جلاله الملك ايش قال عن قيامنا الثابته، عن موروثاتنا، عن ديننا، ما بنسمح لأي أحد يدخل ويحاول يأثر على تفكير الجيل الشاب. مين قاعد يحمي جيلك؟ مين قاعد يرعاهم مثل عياله من صلبه؟ جلالة الملك الله يحفظه. واليوم اللي نشوفه في يوم الشهيد أكبر دلالة. ليش أنا أقول افتخر أنت ابن شهيد أبوك ما مات، حمد بن عيسى هو أبوك. فكل هذه الأمور إذا تتمعن فيها وتبحث يونس فيما بين السطور ترى هي مو مجرد ايام نحتفل فيها 16 و17 واجازه وبنعوضها ذيات في ويكند، لا لا الموضوع مش امور يعني رمزيه او الموضوع ننظر لها بشكل سطحي وانما هي عميقه جدا. ليش الناس قاعد تتفاعل؟ ليش الناس قاعد تحط صور؟ ليش الناس كل واحد هي مو تسابق في الشو ان انا اروي الناس وطنيتي؟ لا لا لا، الوطنيه هني وطنيه. ياما ناس عمرها ما انطقت، ياما ناس ما هذه، لكن لما تقول لها البحرين شوف داخلها صحيح تبين افعالها بعد. كلامك رائع ونختم فيه لقائنا، ما ودنا نختم. انتم شعراء اثنين، انا ما اقدر عليكم اعلام. انا مو شاعر، هو شاعر. ابشرك امس لما كارلا قالت في الختام اي ابيات انا قلت شعر، وهذه طبعا اشكر انا المعدين خلوني اصير شاعر. شلون استاذنا فيصل؟ اي شفت شلون؟ لكن الخير بركب تواجدك والخير بركب. الله يسلمك. بالعكس انا شرفتنا. بالعكس اشكركم على هالاستضافه الجميله، صدق درب طويل على ما وصلت وزحمه، لكن مقدرين لك هذه الليله. لكن لا هذه واجب، والواحد إذا ما بين في هالأيام صحيح وما حاول أنه لو يسهم شيء من القليل في فرحة ديرته أو أنه يبين بعض المعلومات ينور فيه الناس يحس نفسه مقصر. بالعكس هذه واجبنا كإعلاميين، واجبنا تجاه ديرتنا، واجبنا تجاه جلالة الملك الله يحفظه، إيماننا بمشروع الإصلاحي، رغبتنا أن احنا نشوف المستقبل أجمل وأجمل. وليش أقول لكم يوم الشهيد مميز؟ اليوم احنا قاعد نأسس لثقافة. انت اليوم مهما عطيت ديرتك ديرتك ما بتنساك، انت بتظل خالد. نعم. لو انت تساهم بشيء واحد ينذكر لك ان انت عشان البحرين فعلت كذا وكذا، فما بالك باللي قدم روحه ودم من هدر عشان ترب هالارض الطاهره. نعم. كل عام والبحرين بخير وانت بخير وصحتك بخير. آمين. شعبنا بخير. آمين. والايام الافضل والاجمل وانجازات ان شاء الله الله يكتبها لنا بفضل نوايانا الطيبه، نوايا القياده، نوايا هذا الشعب. مهما نقول في حق البحرين ما بنوفي. عاد انت شاعر وانت اختك. الله يسعدك ما قصرت. شكرا بحجم السماء على تواجدك وقبولك الدعوه وتواجدك في برنامج خاص بالقريه التراثيه. كاتب الصحفي فيصل الشيخ شكرا لك. مشاهدينا نروح لقطات عامه ونرجع لكم مره ثانيه.
البحرين بالأمن وتجلت بن خلال حمد بن عيسى مدامنا لها سيف صقيل قدم عياله للحروب بوسط ساحات القتال ولا يشوف انها كثير ولا يشوف انها عندنا ضيفة في الاستوديو، عندنا غلا أبو ميد. طبعا هذه غلا حلوة اليوم جايتنا ولابسة وكاشخة، فخاطرها تطلع بالتلفزيون. احنا قلنا لها تامرين أمر يا غلا. تامرين سلام إن شاء الله. أنتي والوالدة وكل الأهل تامرون سلام إن شاء الله. بعد باكر تبي تقدمين بدالي بحط لك بدال المايك اثنين. هي باكر عندها فقرة حلوة نقول حق الناس تابعوها إن شاء الله. راح تقول شعر، بس احنا اليوم ما نبي نحرق الشعر لباكر إن شاء الله. تمام؟ جاهزة حق باكر؟ يا انت خليك معانا، بنروح حق مين؟ مراسلين. يا سلام عليك، سلمك الله يا علي اللي مثلك وايد. بنروح حق مين؟ مراسلين خديجة الكوهجي. خديجة الكوهجي يلا ايش الكلمه؟ طالعي هني في الكاميرا عاد قولي. بنروح حق زميلتنا خديجة الكوهجي. يلا بنروح حق زميلتنا خديجة الكوهجي. يلا خديجة جاهزة؟ يا هلا مرحبا فيك زميلنا زميلتنا. طبعا انا مو قاعده اشوف الشاشه لانه يا هلا مرحبا في زميلتنا. طبعا انا موجوده حاليا في الساحه ومثل ما تشوفون اجواء جدا جميله، معنا احد الحضور. يا هلا مرحبا فيك. مرحبا اختي. الشيخه في البدايه كلميني، شلون تشوفين اليوم الاجواء؟ الاجواء وايد حلوه وروعه، وانصح ان الكل يزور للقريه. حاليا بسألك سؤال وان شاء الله هو بالنسبه لك راح يكون سهل، اذا جاوبتي صح راح تفوزين ب 100 دينار بحريني كاش. ان شاء الله. مستعده ان شاء الله. سهل ان شاء الله. سهل. انزين، المفحح هل هو نوع من انواع الاكلات الشعبيه او نوع من انواع الملابس النسائيه؟ اتوقع الملابس النسائيه. صح، اجابه صحيحه. ألف ألف مبروك. مشكورة، ما قصرتي. طبعا فزتي معنا بجائزة قيمتها 100 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. شكرا حبيبتي. شكرا. ألف شكر لك. أنت لكم الشكر. شكرا لك. شكرا. وبكذي مشاهدينا نعود لمذيعينا في الاستديو. شكرا خديجة. والمفحح علي اليوم موجود. انا اليوم لبسته المفحح. تو المفحح الحلو البحريني خلت مر علينا تشوفه. خلت مر تشوفه. هي تعرف اساسا يعني لذلك جاوبت صح. اكيد تعرف لازم تشوفه علي. تشوفه اكيد المعلومه. صوره بعد المفحح مع نوره. صح صح اكيد. ننتقل مشاهدينا الكرام الى زميلاتنا سبيكه الدوسري، فرحينا سلم ان شاء الله مع الناس.
أهلا وسهلا فيكم من جديد، وما زلنا متابعين فعالياتنا ومسابقاتنا، طبعا وزارة الإعلام دلعتنا بالجوائز. حياك الله حبيبتي. اسمك؟ آمنة. حبيبتي آمنة، حابة أعرف إيش رأيك بأجواء القرية؟ والله الأجواء وايد حلوة، والناس يعني مستانسين ومشكورين على هالفعالية الحلوة. متى زرتي القرية اليوم؟ اليوم جاية من الساعة 5:30. ما شاء الله، من الساعة 5:30 سويتوا؟ تمشينا مع اليهال وشافوا الأجواء، وتعرفين أيام العيار الوطنية وإحنا عايشين في أمن وأمان والحمد لله رب العالمين. أسألوك اليهال عن الأشياء الموجودة هني؟ يسألوني عن وايد أشياء، عن مركز الشرطة، عن المدرسة، فأجاوبتهم في الأشياء اللي نحن نعرفها. طيب الحين أنا عندي مسابقة، المسابقة هذه فيها سؤال، سؤال إن شاء الله إذا جاوبتي صح تحصلين على جائزة قيمتها 100 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. كم قلعة موجودة في البحرين؟ وش اساميهم؟ قلعتين عطيني. قلعة عرال، قلعة البحرين، قلعة الرفاع. صحيح، إجابة صحيحة في استماعنا ب 100 دينار. ما تقصرون حق. ألف مبروك، تستاهلين. تفضلين. مشكورة. عودة لكم زملائي مرة أخرى. شكرا لك سبيشة. شكرا. عندنا حق المشاهدين الحين. عندنا الحين تقرير بسعيد عن منطقة الحنينية وفعاليات الحنينية. اللي ما شاف الفعاليات احنا اليوم ننقل لكم عبر شاشة تلفزيون البحرين هذه الفعاليات، ونرجع لكم مرة ثانية. تحت رعاية الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أقامت المحافظة الجنوبية المهرجان التراثي، والذي يأتي ضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المحافظة احتفالاً بالعيد الوطني البحريني. وتضمنت الاحتفالية العديد من الفنون كفن المراداة وفن دق الحب التراثي، والعديد من المسابقات والفقرات التراثية التي تجسد وتخلد هذا الإرث الجميل الذي توارثناه جيلاً بعد جيل. على الرحب والساعة، ما زلنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام. وقبل ما ننتقل قبل شوي اللقطات مشاهدين الكرام، على ما قالوا القارية تفتح بابها الساعة 5 وتصك الساعة 11، الناس موجودين، الله يبيض وجوههم القائمين على القارية، مخلين الناس على راحتهم يروحون ويجون مع هل الخير هل البحرين في اشتكاكينهم وفي سوقهم. صحيح. والأكل الشعبي والأكل التراثي اللي عندنا ف 11 الحين 11 و5، ولكن على ما قالوا خلينا معها راحتها. اي والله اجواء عيد وفرحه وناسه. مشكورين والله القائمين على القريه، واحنا ما ودنا نختم، احنا اللي يعطونا يمددون لنا سلمكم الله، ما ودنا نختم. صح، بس شو نقول بعد؟ نقول للاسف ان شاء الله نلتقيكم بكره، ونذكركم بالموعد ان شاء الله راح نغطي لكم فعاليات القريه التراثيه من الساعه 6 للساعه 8 ان شاء الله غدا باذن الله مساء. طبعا من الحين لهذاك الوقت نقول لكم تصبحون على خير، ونشوفكم في أمان الله يا أهل البحرين الطيبين. مع السلامة. مع السلامة.